رانا نمشيو لتونس، نمشيو لتونس ب 150,000، نمشيو لتونس باش نبيعوا اربع كابات حوت ولا اربع كابات سناري ولا اربع كابات بطاطا نصرف عليها 150,000. اسكت الفلاح اللي مش يمشي من انا ولا القشار اللي عنده كاميونه ولا اللي هو اللي مش يمشي لبلاصه مش يوصل لتونس ب 150,000 يصور اكثر من 150,000. ابر اللي احنا بثنين مازلنا نخلصوا راهي ال 5,000 وال 10,000 وال 20,000 مازلنا نخلصوا بها، مازلنا على اي حاجه. السيرفيس ديميل سامحوني السيرفيس ديميل تمشي عندك الترمي ميت خطيه، تمشي تخلص تقول له معطيك الترمي جديد يقول لك الماكينه غلط معدومه توا عام، الماكينه معدومه توا عام واحنا نخلصوا بال 10,000 وبال 20,000 خطيه ويرحم بوك وسامحني. الكروت وغالي ما بقاش عندنا حتى شيء، المسوط راهو سي ما بقاش الكراب الليزينغ قالت لنا راهو اللي يفاوت شهر تجي الدار تفكروا كرهبتوا. بربي اش نعملوا احنا في الدنيا هذيا؟ اش نعملوا؟ اش قاعدين نخدموا نهار ونرتاحوا ثلاث اربع ايام؟ اذا كانوا نو اذا كانوا مطر اذا كانوا كل شيء ليه 11,000 هذا 210,000 خلاص، هذا كونتراتو، هذا تاكس 350,000، هذا مليون ونص. بالله سامحني من 32 دينار نولي خلص 300 واش علاش؟ مليون من 32 دينار نولي خلص 300 واش علاش؟ مليون كان قلت لي 100 نسمعك، كان قلت لي 45 لقبانه تو ولا سوق دلال تمشي كل واحد وجهده. اللي عنده باتين ب 270 اللي ما عندوش هات معاك بالعام خلص تخلص بالعام علاش بالعام؟ 6 شهور من عندي من عندي من عندوش كيفاش؟ علاش الفلاح اللي متاخر ثمن ايش النتيجه؟ وقلنا الحمد غالي وكذيك الحمد يرخص بالله هذا مخطط للحكومة الجديدة، هذا مخطط عملوه للحكومة الجديدة باش تبدا تفهم، باش تدخل حكومة جديدة تروح في مشاكل. اللي يتكلم وحده يتكلم معاه ولا يحس برشا ما يسمعش. قلت له حكوا تكلم 5460 هذه ما غيمتش البرنامج هذا احنا نشوفوه الله نعتبروه مخطط ايوني على قاعده مبرمج للدخول حكومه جديده باش توحل بمشاكل مع المواطن. واليوم مش وقع عرب تو ما بين السلطات الامنيه وما بين باش توحل ببعضها مشاكلهم يتبرموا. علاش هذا؟ علاش ميت هذه؟ علاش اخويا شمايه تعملوا لنا فيها هذه والمساجد؟ هذا ما صارش في عدول، هذا سي فخفاخ ولا سي اسمه هو فهمتي عليه؟ هذه ناس ما عندهاش خبره في ظل الاقتصاد بتاع البلاد، الناس بطاله، الناس عايره بالماكله في الكروشه، وانت عامل لنا مشاكل هذه وزيادات وعدات، ماهوش معقول هذا مش منطق. نتكلم اربع كلمات ونمشي على الروح. هاي اخويا احنا ناس حماله ناس زوله يا علم بينا ربي، نهار نستفتحوا 10,000 امس نهار كامل 6,000 برك كنت نخلص من 240,000 مشيت القبضه قالوا لي 540,000 هذا فيها قداش هذا؟ كيفاش تجي؟ لا زاد دينار لا 2000 لا 500 ست شهور نحاول احنا بعد بين علي كنا يزيدوا بالدينار نتعاركوا ونعملوا مش عارف حزر عليهم بن علي بالدينار ولا يزيد بال 3000 وبال 4000 حزر عليهم بن علي ما يصيرش حزر عليهم بن علي والله يدق الشعب التونسي بن علي نخلصوا عليها مليون. شوف خويا احنا
ثم حل دعم الحكومة به حل به الناس كل تعملونا شهريات يعملونا شهريات نعيشوا صغارنا ونعيشوا نعيشوا فاميليا تاعنا وياخذوهم الكاميرون يخلي يخدموهم هما خدمونا وبرا يخدمونا يخدموهم احنا باش يوكلونا نحكي احنا تقولش عليهم انا شعب متسلفين واحنا ما احناش شعب تونس تقولش عليه هنا يقمين علينا معناها بالجار ولا الحكاية شماتة معناها 100% تاكسي يخلي فيه 100% اكثر معناها ما عادش هذه ما عادش نتاع حكاية الزين ومش ترابرسية هذه ازيد من الترابرسية ولا الترابرسية كنا عايشين في جارتهم على الاقل وهو كنا عايشين احنا في جارتهم غلاو في المعيشة قبلناها غلاو في المعيشة وقبلناها ماشي عبنا الاتحاد كلينا وبلعنا وسكتنا غلاو في المسوط زاد كيف كيف كلينا وسكتنا معناها ما تكلمناش اثنية لوتوروت خلصوا فيه خلصوا الطاكس وزيد خلص لوتوروت وكله انكسر معناها كمليون انا خلص عليها 20,000 اللي هو رتور تونس ونهز انا فواياج نهزه ب 150,000 نخلص 100,000 مزوط و 20,000 ترونسبور معناها اوتوروت بتاع البياج ها يقعد لي 30,000 وزيد انا وزيد لاسيرونس وزيد الطاكس وزيد انا ناخذ كميون من البنكه ناخذ كميون على البنكه معناها باش نعيش معايش عائلتي ناخذ كميون على البنكه وزيد نخلص كل شهر البنكه منين باش يزيد انا وزيد تشعل لي في الطاكس شنو هو الحل؟ خذوهم الكاميونات خذوهم خذوهم باش توكلونا الحشيش حتى الحشيش كان قيناه زاد لا الفلاحه يا خويا خلينا نتكلم معاهم كلمه يا اللي يخلصوا فيه احنا كل شهر اكثر من اللي نصوروا فيه برد عمليه حسابيه سهله برشا نخدموا ما نخدموش في شهر كامل نخدموا في 15 يوم نهار بنهار هذا اللي نسافروا واللي نشريوا واللي نبيعوا احنا ناس مرهونه الكهرباء تو المزمره 40 مليون نخلصوا في ليزينك نخلصوا في تاكس نخلصوا في لاسيرونس تشرط عليك بالسيف عليك تخلص مليون توريسك مليون و 200 11,140 دينار تاكس انا تو مثلا كنت اخلص في 32,000 في 600 نولي اخلص في 300,000 علاش نحب نفهم انا حاجه فواد يسر زعما اللي مش يخلص فواد فواد روا فواد ما فهمتش كان ردي 300,000 والله نقول الله غالب يلزمني نعاون الدوله اما 300,000 انا ما نصورهمش راني في خمسه كان احنا راهو كان احنا انا تو نحب نفهم حاجه انا نحب نفهم حاجه الكياسات تمشوا كياس البرط وتشوفوه كياس البرط تمشوا اللي يدخل بمليارات تشوفوه امورتيسمون للكراهب الكل هم دقدقه تغزروا له يعني احنا ما لقينا شيء يشجع ما لقينا شيء يشجع بربي نصير ياس الفخفاخ كلمتي لخفاف نظاف حنا الزوالي رانا نحبوا ناكلوا انت عندك راك انت متعاوز بها انا بسالي انت راك تخمم تخمم الدولة الدولة راهي مجتمع مدني الدولة مجتمع مدني الطبقة نتاعنا احنا طبقة متوسطة سيئة ولينا طبقة فقيرة ما بقاش نصوروا في حد شيء الناس كلها مرهونة احنا ناس كنا مرهونة ولينا بستريس نخموا في الليل ما نرقدوش لا الليل لا نهار مش شيء هذا كل شيء خلصت ما لقيناش منين نتنفسوا ما لقيناش منين نتنفسوا لا نتغلغل لا خذ شيء من الفلاح يا اخي انا نتغلغل ثم تعطيك 450,000 لا 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 قول له انت تاخذ في الملايين وكرابتك انت قداش تسوى وتحوس بها وامورك مليح ليسونس وفينيات بلاش وكل شيء بلاش الشعب هذاك ما يحبوهاش ماهوش باش يعيش جمله قلتوه انتم الشعب ولا بالحق اقسم بالله 450,000 عيش بهم وكو... بالنسبه للفلاح الفلاح والله بتضر تنط الشعب كلها لا جيش كل ما شي خلصوا التاكس كان احنا لعبة الصوره خلصوا التاكس
نحن التاكسي 50 فرنك في المازوت، لا بد تنسى المازوت، كل شيء، دور على الكياسات خويا، ما يخلص التاكسي مش ساعة البيت التاكسي، صلحني بيه كياسة، وينه؟ امشي للطرد خلصوا 22000 من هنا تخلصوا الطرد تمشي وتجي لازم تنبح الجامع الامور تصير وكل عوني وقفك كل عوني وقفك هاي خويا مش فلاحه ولا هاي خويا مش فلاحه مين مسكر؟ فلاحه فلاحه اجي فلاحه الشعب خلي يتكلم بالنسبه للفلاح فلاح بالنسبه للفلاحه مضريه تروح تشتري ب 400 ضغط نقول 15 دينار شكرت السداري مش موجوده 25 دينار وجهك تلقاها مرشا نوار بالفعل من هكا ترمي عليه الطاكس نتاع فمني فلاح عنده سياره